تدريبات على درس النجوم والكواكب. علل: تبدو لنا النجوم صغيرة الحجم جدا. ليه النجوم تبقى صغيرة الحجم جدا؟ لأنها تقع بعيدا جدا جدا عنا. يبقى النجوم اللي بتبقى صغيرة الحجم بتبقى بعيدة جدا جدا علينا. ولو لاحظتوا الشمس أقرب النجوم إلينا، عشان كده كبيرة وحجمها كبير بالنسبة لنا. شباب انتوا شايفين في تجمعات من النجوم. علل: الشمس نجم والأرض كوكب. لأن الأرض كوكب معتم والشمس نجم يشع ضوء وحرارة. ده كوكب الأرض، طبعا دي الشمس. قارن بين النجم والكوكب والقمر. انتوا شايفين الصور الجميلة بتاعتنا، ده القمر وده الأرض من شكلها البعيد، وده الايه الشمس. النجم اللي هو الشمس جسم مضيء يشع ضوء وحرارة، يوجد في مركز المجموعة الشمسية. كوكب جسم معتم عدد الكواكب 8، يدور حول الشمس في مدارات محددة شبه دائرية أو بيضاوية، هي دي المدارات. القمر بقى جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، توابع تدور حول بعض الكواكب ما عدا كوكب، بتدور يعني على كل كواكب ما عدا كوكبين عطارد والزهر. بيقول لك هنا ارسم نموذج للمجموعة الشمسية. ده النموذج بتاعنا، شبه ما انتوا شايفين الكواكب الضخمة، الكواكب الصغيرة جدا. ده كوكب عطارد صغير جدا جدا، الزهرة، ده الأرض، المريخ صغير، المشتري كبير جدا، ده زحل، ده أورانوس، ده نبتون، كوكب البارد جدا جدا جدا. لغاية هنا كده الكواكب الصغيرة دي كلها كواكب داخلي، من أول مشتري لغاية نبتون، الأربعة التانيين هم دول الكواكب الخارجية. ماشي، شبه ما انتوا شايفين أشعة الشمس وحرارة الشمس. عطارد بيبقى هنا كده يعني قريب جدا جدا من الشمس، ومشهور باسمه الكوكب المحروق. هو يعتبر كوكب محروق قريب جدا جدا من الشمس. في النهاية أشكركم على حسن استماعكم، نفهم نتعلم ببساطة.